احتجاجا على عدم قبولهم او استضافتهم في المعهد الفني بكركوك لاكمال دراستهم بعد سيطرة ارهابي داعش على الحويجة. ودعا الطلبة الذين مثلوا اكثر من 500 طالب وطالبة يدرسون في المعهد التقني في الحويجة لايجاد حلول سريعة لمشكلتهم واحتسابهم كطلبة نازحين اسوة بطلبة باقي المحافظات الذين نزحوا الى كركوك. نظم عدد من طلبة المعهد التقني في الحويجة ممثلين عن أكثر من 500 طالب وطالبة يدرسون هناك تظاهرة أمام المعهد التقني بكركوك احتجاجا على عدم قبولهم أو استضافتهم في المعهد التقني في كركوك، وذلك بعد دخول الإرهابيين إلى الحويجة وتوقف حركة الحياة فيها. يطالبون إدارة المحافظة والمجلس إيجاد الحلول السريعة لهم واحتسابهم كطلبة نازحين أسوة بطلبة باقي المحافظات، علما أنهم من سكنة كركوك الأصليين ومن جميع القوميات. قالوا إذا قعدت في هذا المكان معهد التقني حويجة، إذا قعدت في هذا المكان اللي انطونا إياه داخل معهد كركوك لازم نخلي لكم سياج بيناتنا وبيناتكم. زين ليش يخلونا سياج بيناتنا وبيناتكم؟ شنو السبب؟ ناشد المحافظ نجم الدين بلكي يلقى لنا حل، ويعني ما نعرف شو نسوي، حايرين نركض هنا وهنا. احنا نطالب السيد المحافظ ان يلقي لنا حل، ينطينا دعم للمعهد، ينطونا مكان. يوم معهد كركوك يقول احنا ما عندنا مكان لا نستضيف طالب واحد، ما نقدر نستضيف، يعني احنا 15 واحد يمكن امتحانات الكورس الاول، يعني احنا بقينا هيك راح تروح علينا سنه واحنا مرحله ثانيه، المفروض مداومين من الشهر التاسع. وصلنا الى درجه قلنا كل طالب نقطع 10 15 ألف احنا نجيب كراسي نفسنا، بس العميد يقعد نداوم. احنا نفكر لك وما يفكرون بنا هيك. كل ما نطالبه من الدكتور نجم الدين المحافظ يلقون لنا حل بحيث لو يستضيفون هنا حتى ولو بس جماعه كركوك يداومون هنا او يخصصون فلوس بنايه نداوم بها نكمل هالسنه، ما باقي لنا غير سنه واحده. لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة كركوك على علم بمشاكل طلبة الحويجة، وقد استلموا شكواهم وبدورهم رفعوها إلى المجلس وإدارة المحافظة. محافظ كركوك خصص مبلغا ماليا من ميزانية المحافظة ستصرف لهم حال المصادقة على الميزانية للعام الجديد. وبحسب عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة كركوك، مشاكل طلبة معهد الحويجة ستنتهي خلال الأيام القادمة. مشكلة أبناء الطلبة الموجودين في معهد التقني الحوجة قدموا لنا الشكوى قبل أسبوع، فإحنا رفعناها كلجنة إلى المجلس وإلى المحافظة. طبعا السيد المحافظ مشكور صرف لهم مبلغ 30 مليون لكن لظروف عدم التصديق على الميزانية 2015، وأنتم تعرفوا ميزانية 2014 لم يتم المصادق عليها، فننتظر صرف هذا المبلغ. وتم توفير مكان لهم لاستضافتهم ولكن هذا المكان بحاجة إلى أثاث، فخاطبنا رئاسة الجامعة والآن عميد المعهد سوف يقوم بمخاطبة رئاسة جامعة كركوك لتوفير بعض هذا الأثاث للمعهد. وانتم تعرفون الضغط الموجود الآن على جامعة كركوك والمعاهد الموجودة في جامعة كركوك لا تستطيع أن تحتوي كل هذه الطلبة الذين نزحوا من أبنائنا الطلبة اللي هم من أهالي كركوك إلى معهد التقني في كركوك الآن موجود. احنا إن شاء الله قدر الإمكان نحاول أن نحل هذه المشكلة بالتنسيق مع رئاسة جامعة كركوك كذلك المعهد التقني في كركوك والمحافظة والمجلس، وخلال أيام إن شاء الله أو أسبوع على الأقل تنحل هذه المشكلة. في كل الأحوال والأزمات كأزمة النازحين من المحافظات الأخرى ولجوئهم إلى المناطق الآمنة، أهل الأرض لهم الأولوية والحقوق قبل أي شخص آخر، وطلبة المعهد التقني في الحويجة يطالبون بحقوقهم في إكمال العام الدراسي داخل مدينة كركوك الآمنة لأنهم من أهل المدينة. هلغورد حسن، فضائية كركوك. في شأن آخر، زار وفد من حزب تركمانلي اليوم مكتب كركوك لبرلمان كردستان